السلام عليكم، حياكم الله في قناة الوكار، معكم محمود فيصل. واليوم عندنا طريقة كيف ضبط الخدمة لسيارات مرسيدس فئة الاس كلاس من موديل 2018 لغاية 2020. خليكم معانا عشان تعرفوا كيف الطريقة. أهلا وسهلا في الجميع. مثل ما انتم شايفين طالع عام سيرفيس اي اوفر ديو باي 800 كيلومتر. احنا طبعا غيرنا زيت المحرك والفلتر، وحاليا لازم نشيل هذا التنبيه لانه فعلا مزعج، فخليكم معنا الحين هشرح لكم الطريقه بالتفصيل. اول شيء بنعمل بنضغط ضغطه واحده بدون بريك على ستارت، تمام؟ هتطلع معنا الشاشه هاي، تضغط على تراجع مع هاي، تطلع لك الهاي، بتضغط عليها خيارات، بعدين بتروح على اسيست بلس، تضغط عليها حيطلب منك تشغل الضغطة الثانية للمحرك اللي هي هام، تضغط عليها اوكي، تضغط تعمل فول سيرفيس، تعمل فول سيرفيس، تختار كونفيرم سيرفيس، تختار الأولى، تعمل يس، بعدين كونفيرم. الحين خلاص بعد 15,000 حيرجع ينبهك على تبديل زيت المحرك والفلتر. الحين بعد ما عملنا هاي بنطفي السيارة وبنرجع نشغلها. مثل ما انتم ملاحظين ما طلع اي تنبيه، ما في اي تنبيه لإعادة ضبط الخدمة حاليا. بعد 15,000 كيلو برجع بذكرنا انه نعمل تبديل الزيت، تمام؟ طبعا الزيت الخاص بمحركات مرسيدس بيكون 5W40. طبعا هم شركة مرسيدس حابين انه انت تشتري الزيت عن طريقهم هم، فبيكون صنع مرسيدس، بس انت بامكانك تستعمل اي زيت 5W40 فما عندك مشكلة، المهم يكون رقمه 5W40، تمام؟ استعمل هذا الزيت وان شاء الله امورك طيبة. اهلا وسهلا في الجميع، وسامحونا على الاطالة.